شيء مخيف انه هذه الحكومه غادي تمشي في المديونيه وغادي تمشي في التوظيف بالعقده في المجال ديال الصحه في المجال ديال التعليم، وكتبين بانه حنا مازالين في بلادنا محتاجين لاصلاحات جذريه ماشي غير باش نهضروا. علاش؟ لانه ما يمكنش هاد الحكومه السابقه كتوجد انتخابات وفي نفس الوقت كيتم تمرير قوانين في شهر يونيو وفي شهر يوليوز وحتى في شهر شو تنبير اللي فتحوا المجال لتوظيف الاطباء الاجانب في المغرب. اذا علاش حنا كنديروا كاع هاد الانتخابات؟ شجعته بكل ما يعني هذا من إعفاءات ضريبية من
الاستثمار في المجال ديال العقار وفي المجال ديال المضاربات الماليه، وانه ابتعد على المجالات اللي فيها مخاطره كبيره. وهكذا تراجعت الصناعه في بلادنا، وحتى ذاك المجهود اللي قامت به الدوله في الاستثمار في الاوراق الكبرى خصوصا في منذ هذه الالفيه، انه هذه الاستثمارات الكبرى ما جلبتش لينا الاستثمارات الخارجيه اللي زيد ديال لي انفستيسمون ديريكت لترونجي بالشكل الكافي. اذا اللي كان خاص انه نوصلوا له كنتيجه انه الدوله اللي شجعات القطاع الخاص بهذا الشكل خاصها تعاود تسترجع المكانه ديالها ديال الدوله الاستراتيجيه في قطاعات الكبرى، في حين ان الخلاصه هي ان الدوله اليوم قالت عبر النموذج التنموي انها ستستمر في تشجيع الخواص وستستمر في الاقتراض. احنا عارفين بان المديونيه مرتفعه اللي كتفوق 90% من المنتوج الداخلي الخام ديال البلاد انها تثقل كاهل الدوله، وانها فقدتنا السياده ديالنا الماليه وفقدتنا حتى السياده الوطنيه. ولهذا ملي كنشوفوا ان هذه الحكومه باغيه تطبق تبدا في التطبيق ديال النموذج التنموي اللي هو داروه من هنا ل 2035 والحكومه راه عندها غير 5 سنين، وان هذه الحكومه قالت انا غنبدا فيه وعطاتنا واحد العدد ديال الاعلانات انها وعلى راسها هذا الشيء ديال الدوله الاجتماعيه. احنا عارفين بان المديونيه مرتفعه اللي كتفوق 90% من المنتوج الداخلي الخام ديال البلاد انها تثقل كاهل الدوله، وانها فقدتنا السياده ديالنا الماليه وفقدتنا حتى السياده الوطنيه. ولهذا ملي كنشوفوا ان هذه الحكومه باغيه تطبق تبدا في التطبيق ديال النموذج التنموي اللي هو داروه من هنا ل 2035 والحكومه راه عندها غير 5 سنين، وان هذه الحكومه قالت انا غنبدا فيه وعطاتنا واحد العدد ديال الاعلانات انها وعلى راسها هذا الشيء ديال الدوله الاجتماعيه. الدوله الاجتماعيه اللي هو مطلب يساري بامتياز، وكتقول غادي ندخل في الدوله الاجتماعيه، وكتجيب بالمناسبه كتقولنا راه المعدل ديال التنميه اللي هي كتترهن عليه هو 3.2%، وانها باغا تخلق مليون ديال المناصب ديال الشغل 200 الف كل سنه، في حين انه هذه النسبه ديال هذا المعدل ديال النمو ما يمكنلوش يعطينا هذه النسب هذه. في احسن الحالات غادي نوصلوا 80 الف منصب شغل في السنه. ثم انه حتى ديك الاعانات اللي بغات تعطيها باش نبداو في بناء هذه الدوله الاجتماعيه، انه قالت غادي نعطيو 1000 درهم للناس اللي فوق 65 سنه. هاد الناس هادو ما عرفتو حسباتهمش مزيان، لانه كاين 800 الف اللي هما معنيين بهذه المساله، ولا بغينا نعطيهم غير هذاك 4000 يعني 400 درهم في الشهر، راه خص واحد الميزانيه ديال 4 ملايير، وهي رصدت له يلا 500 مليون. كذلك قالت عطات واحد الوعود بخصوص الصحه، قالت غادي الخصص في الاطر ديال الصحه غادي نقلصوه ب 50%، في حين انه يعني الميزانيه المرصوده ما عطاتش هذه الامكانيه. نفس الشيء بالنسبه للاساتذه، انه كاين خصص مهول وكاين خصص ديال 100000 منصب شغل في الوظيفه العموميه. هذا الشيء ما غاديش تخلقوا هذه الحكومه هذه، وما غاديش تلتزم به، لانه الميزانيه راه ضعيفه، وغادي يتكلموا عليها الاساتذه اللي هما مختصين. يعني 245 مليار ديال الدرهم كميزانيه ضعيفه، عوض الاجتهاد في تقويه وتصوير هذه الميزانيه يلا كيقلبوا كيفاش يوزعوا هذه الميزانيه اللي هي ضعيفه. حنا كحزب اشتراكي موحد عطينا واحد العدد ديال المقترحات، وكنقولوا بانه اولا خصنا اننا نطوروا هذه الميزانيه، وما خصناش نغرقوا بلادنا اكثر فاكثر في هذا الشيء المجوني. ولهذا المقترح الاساسي اللي اقترحنا به من ضمن مقترحات فرعيه هو المقترح ديال الاصلاح الضريبي. يعني ديها مطلوقه دير ما بغات، يعني قدمت وعود كثيره، ولكن الميزانيه المرصوده ولا حتى الطريقه باش وزعتها كتبين بان حكومه تدبير ازمه وليست بحكومه شجاعه. ما جابش تدابير اللي هي جديده، ما جابش ابتكار في هذا المجال باش يمكننا بالفعل اننا ناخذ الدرس اللي خديناه من هاد السنتين على الاقل، واللي عطانا مليون البطاله زايده للناس و135 الف مقاوله اللي هي يعني سدات. ولكن كيبان لنا وهذا شيء مخيف انه هذه الحكومه غادي تمشي في المديونيه، وغادي تمشي في التوظيف بالعقده في المجال ديال الصحه في المجال ديال التعليم، وكتبين بانه احنا مازالين في بلادنا محتاجين لاصلاحات جذريه ماشي غير باش نهضروا. علاش؟ لانه ما يمكنش هاد الحكومه السابقه كتوجد انتخابات وفي نفس الوقت كيتم تمرير قوانين في شهر يونيو وفي شهر يوليوز و
وحتى في شهر شو تنبير اللي فتحوا المجال لتوظيف الأطباء الأجانب في المغرب. إذن علاش حنا كنديروا كاع هاد الانتخابات وأنه كاين واحد يعني الحكومة ديال الظل اللي هي مستمرة وأنها اليوم جابت حكومة لأغلبها تكنوقراط وكانوا مشاركين وكان لهم الشعب إرهاب.